السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أضيف خريطة للموقع اللي أنا شغال عليه، فهاجي هنا في ال 3D وأقول له إن أنا عايز أعمل كرييت للتكتشر بلان، وأبدأ أختار المكان اللي أنا عايز أحط صورة فيه بالشكل دوت. فبيقول لي نيو ايمج ولا في صورة معينة أنت عايزها، فأقول له سيلكت نيو ايمج وأروح مختار صورة. مثلا الصورة ديت ممكن تقول له كيب اسبيكت ريتيو، يعني احتفظ وحافظ على الطول العرضي يبقوا متناسبين مع بعض. اوكي، بيقول لي هتسميها ايه، فبيضيف لي الخريطة بالشكل دوت. ممكن تقول له نو اساينمنت او ضيفها لنيو ريسورس حسب ما انت عايز، فالخريطة تبقى ظاهرة معايا بالشكل دوت. وبعد كده انت ممكن تنقل الخريطة او تنقل الشغل بتاعك، يعني ممكن تعمل موف لأي واحد فيهم، edit و transform، وتبدأ تنقل الخريطة بتاعت الموقع او تعلم على الشغل نفسه برضه نفس الفكرة، تقول له edit وتبدأ ان انت تعمل له move.